هل تبحث عن الطريقة التي تجعلك أغنى رجل بالبلاد؟ هل تعاني من مشاكل عاطفية مع شريك حياتك؟ هل تريد العمل بمجال لا يناسب قدراتك ودراستك إلا أنك كنت تحلم بالعمل به؟ لا بأس، فمارد التنمية البشرية ببدلته الأنيقة سيقرر أن كل هذه المشاكل ستختفي بساعة واحدة إذا ما ذهبت إلى الدورة أو المحاضرة التي يقيمها في مكان فاخر، حيث الجميع هناك يلبسون البدلات اللامعة والأحذية النظيفة. لم يكن من الصعب جذب فئات عديدة خصوصاً من الشباب ليتابعوا أخبار التنمية البشرية وليصنعوا منها أملاً في هذه الحياة، فمع صعوبة المعيشة وتزايد الطلب على العمل من قبل الخريجين تزايدت معها معدلات البطالة، ونشأ جيل محبط يبحث عن أي وسيلة للنجاة. لكن وجود أشخاص كهؤلاء ممن يستغلون المعاناة لكسب الأموال هو آفة على المجتمع. شعاراتهم براقة دائماً، كقول أنك تستطيع فعل أي وكل ما تحلم به في هذه الحياة. لا يعيرون اهتماماً لأي فوارق جسدية أو مادية أو نفسية بين مختلف الحاضرين. تقول حكمة أنك إن حكمت على قدرة سمكة في تسلق الشجرة ستعيش حياتها وهي تؤمن أنها غبية، وذلك بالضبط ما يرفضه جيش التنمية البشرية. فالسمكة يجب عليها أن تفكر خارج الصندوق وتخرج من الماء حتى تنجح وتصبح رائدة السمك بالتفكير، وهذا غير منطقي أو مقبول. علينا أن نؤمن أن لكل شخص في هذا الكوكب دور يجب أن يؤديه، ولا يستطيع شخص آخر فعله بشكل أفضل منه. وكل المهن والأعمال مهمة، وطبعاً لا نعني عدم التطور والتفكير بشكل أفضل للمستقبل، إلا أنك يجب أن تعلم جيداً بأن سقف طموحك كلما أبعدته عن الواقع وحاولت أن ترفعه أكثر فأكثر، فسقوطه سيكون مؤلماً أكثر.